لملعب المباراه وزميلنا كريم احمد علشان يقول لنا اخر الاستعدادات لمباراه اليوم الاهلي امام سيراميكا. اتفضل يا كريم، تحياتي ليك وتحيات ضيوف الكرام الكابتن محسن صالح، كابتن عماد النحاس، الاستاذ ايمن جبرت. اتفضل. كل التحيه والتقدير ليك يا كابتن اسامه والنجوم للصوت التحليلي وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اجواء اكثر من رائعه هنا في استاد السلام، صوت الجماهير وهتافهم وحماسهم الحقيقه شيء رائع جدا. يمكن هو ده السبب الفوز وسبب النجاح وسبب الاصرار الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي. الكل هتاف، الكل ندى، كل لعيبه نادى عليه، خد التحيه الكامله الحقيقه من جمهور النادي الاهلي، طلبوهم بالانطلاقه الجيده. الثلاث نقاط مهمين جدا يا كابتن اسامه، كباتنا طبعا هيتكلموا في النقطه الفنيه، لكن الحقيقه معنا هتفرق بشكل كبير جدا ان انت تبدا بدايه الدوري بانطلاقات. بعيدا بقى على الارقام، يمكن مستر كولر كمان محطوط في ارقام قياسيه مع الفوز النهارده في الافتتاحيه بالنسبه ليه بطوله الدوري، لكن بنتمنى ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون مركزه جدا، اجواء طيبه، ارضيه الملعب الحقيقه يمكن زي ما قلنا بقى لنا فتره كبيره يمكن النادي الاهلي ما لعبش على استاد السلام، لكن يعني الارضيه جيده. اكيد في طبعا رش ملعب هيتم بعد انتهاء فتره الاحماء، لكن مع الضغط بنتمنى بس يعني نجيله ارض استاد السلام تكون عليها صيانه باستمرار، لان هيكون عليها ضغط كبير جدا خلال المرحله القادمه. لعيبه النادي الاهلي بمجرد نزولها للتسخين مع سيراميكا شايفين في عيون سيراميكا تركيز يا كابتن اسامه، ودي يمكن نقطه مهمه جدا ان هم عندهم رغبه وعندهم اكيد حاله ان هم يكونوا متواجدين امام النادي الاهلي، لكن ان شاء الله رغبتنا تكون اكبر، اصرارنا يكون اكتر، شخصيه النادي الاهلي تبدا من البدايه، روح النادي الاهلي وروح لعيبه النادي الاهلي. يمكن زي ما احنا قلنا التدوير كان مهم جدا بالنسبه للاعبين على دكه البدلاء، هيكون في استعانه ببعض اللاعبين على مدار ال 90 دقيقه، لكن بطمنك يا كابتن اسامه كل الاجواء طيبه جدا، ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ومجهود لاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله تكون ثلاث نقاط مهمين جدا من نصيب النادي الاهلي.